ونقول بسم الله. Hello everyone, حبايب قلبي grade 5. It's our first session, first term connect. هنبدأ الأول يا شباب. عايز منكم حاجة في البداية كده بسيطة. Hold your pen, امسك قلمك كده واكتب معايا introduction to yourself, مقدمة كده لنفسك هتكتبها لي وتبعتها لي على الواتساب جروب. هتقول لي hello, hello, وتكتب لي اسمك. طبعا name begins with a capital letter, يعني مثلا hello, رنا. And your age, تكتب لي سنك. غالبا هنكون 10. اللي عنده 10 هيقول لي I'm 10 years old, واللي عنده 11 هيقول لي I'm 11 years old. I'm 10 years old, واللي عنده 11 هيقول لي I'm 11 years old أو I'm 11 years old. جودي عادل, اتفضلي يا جودي, عايزة تقولي إيه؟ معلش يا مستر، أنا جديدة ولسه داخلة دلوقتي. أوكي يا جودي, دي أول حاجة لينا. Where are you from؟ أنت منين يا جودي؟ I'm from Egypt. فين في Egypt؟ المحلة الكبرى. اوكي, اهلا بالمحله والحلوين اللي من المحله. دي اول حاجه بنتكلم فيها النهارده. مطلوب منكم هتعملوا لي انتروداكشن كده, مقدمه لنفسك, هلو ام, وبعدين تكتب اسمك بكابيتال ليتر وتقول لي ام 10 years old او ام 11 years old على حسب سنك. بعديها هتقول لي انا في الصف الخامس, I'm in grade 5. I'm in grade 5. I'm in grade 5. I'm in grade 5. يبقى بدأنا بهلو, I'm plus name مع اسمك, I'm 10 years old, your age, أو I'm 11 years old. بعد كده I'm in grade 5 في سنة خمسة. هبعت لكم الكلام ده على الجروب برضو, ما تقلقش يعني عشان اللي ما كتبش, أنا كده كده هبعته لكم على الواتساب جروب. بعد كده هتقول لي I'm from Egypt, أعتقد كلنا مصريين يعني, فهتقول لي I'm from Egypt. Egypt is a country طبعا, فلازم يبدأ بكابيتال letter. I'm from Egypt. وهتقول لي الناشوناليتي, الجنسية, I'm Egyptian, أنا مصري. I'm Egyptian. I'm Egyptian. وبعدين هتقول لي I live in, أنا أعيش في. وبعدين تقول لي بقى المكان اللي أنت عايش فيه دلوقتي. I live in الشرقية, I live in البحيرة, I live in كايرو, I live in المحلة الكبرى, I live in KSA, المملكة العربية السعودية. أوكي, يبقى كل واحد هيقول لي I live in, وبعدين المكان اللي هو عايش فيه دلوقتي. دي الانترودكشن بتاعتنا اللي انا عايزها منك, وهبعتها لك حالا على الواتساب جروب بتاعنا. وعايز اشوف يا شباب, دايما بادئين بكابيتال ليتر, مسافة بين الكلمات, اخر الجملة بيريود اور فول ستوب,
جملة جديدة بحرف كابيتال. أشوف بقى الخط الجميل ونتعرف على الشباب. كتابنا بيبدأ ستيب اهيد. انا مش هبدأ في المنهج على طول، انا هاخد ريفيجن، مراجعة على اهم الجرامر اللي درسناه قبل كده، هرجعه لك كله ونحل عليه، وبعد كده ندخل في المنهج. الكتاب بتاعنا يا شباب بيبدأ ب ريفيجن على present simple tense، زمن المضارع البسيط. ناخد بالنا بقى كويس قوي ونصحصح. اهو هنبدأ بشرح ايه بقى؟ present simple tense، زمن المضارع البسيط. اي زمن هناخده اول حاجة هنقولها عليه مار الاستخدام بتاعه، بنستخدمه امتى. فهنقول عن الـ present simple إن إحنا هنستخدمه في حاجتين. ركز كويس بقى عشان هسألك فيها دي. هقول لك إمتى بنستخدم present simple المضارع البسيط؟ هتقول لي يا مستر بنستخدمه في حالة facts اللي هي الحقائق، و habits العادات. facts الحقائق وهابتس العادات. طيب يعني ايه فاكتس الحقائق دي يا مستر؟ يعني حاجة ثابتة ما بتتغيرش ابدا. زي ايه؟ زي مثلا ان الشمس تشرق من المشرق، فنقول the sun rises in the east. دي جملة في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط، ودي فاكت حقيقة ان the sun rises in the east، الشمس تشرق من المشرق، يبقى دي فاكت حقيقة. طيب habits العادات، حاجة انا متعود اعملها بقى كل ساعة كل يوم كل شهر كل سنة. زي مثلا ما اقول انا دايما بزور قرايبي في أيام الجمعة، فبقول I always visit I always visit قرايبي اسمهم my relatives my relatives قرايبي. I always visit my relatives، أنا دايما بزور قرايبي on Fridays في أيام الجمعة. on Fridays يبقى أنا قلت كده يا شباب الـ present simple بنستخدمه في حالتين، إيه هما؟ مستر ها؟ الفاكتس والهابتس facts and والهابتس habits الفاكتس والهابتس والعادات. هابتس حلو قوي. العكس هابتس وقلنا دايما هنبدا اي زمن باليوسج او الاستخدام بتاعه، بعد كده التكوين بتاع الزمن ده، الجمل بتاعته عامله ازاي والاسئله هنشوف مع بعض. في الزمن ده يا شباب دايما هروح عامل هارت، احط جوه الهارت ده letter S، واللي جوه قلبي انا بحبه، فانا هقول هنا هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس. هقول ايه؟ هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس. المفرد اسمه singular noun، هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس. افتكر الاغنية دي كويس. وعندي خمسة بره القلب مش بيحبوا الاس، مين هم؟ I, we, you, they with gum،
مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس، والجمع اسمه بلورال ناون. يبقى يلا نقول الأغنية تاني كده من الأول. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، اي وي يو ذي والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. حلو قوي. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. لو احنا حطينا جروب في اي وي يو ذي وبلورال ناون الاسم الجمع زي children الاطفال مثلا، وعملنا جروب هنا في هي شي ات وسنجلر ناون الاسم المفرد زي ادم مثلا، واخدنا فيرب يحب يعني لايك، فهنا هيبقى اسمه لايك ومعاه هي شي ات والمفرد هيبقى اسمه لايكس، عشان احنا قلنا هي شي ات والمفرد بيحبوا الاس، يعني الفعل اللي بعدهم هنضيف له اس. حلو قوي. مش احنا قلنا يا مالك هنا لايك يعني يحب ولايكس برضو يعني يحب. هنعمل نيجاتيف، لا يحب في الجروب ده هتبقى اسمها دون لايك، اما في الجروب ده هتبقى اسمها دازن لايك. يبقى في البريزنت سيمبل بننفي دونت او دازنت، وهنتفق اتفاق اي جملة او سؤال هيقابلنا في الزمن ده فيها دو او داز، دونت او دازنت، لازم اول فعل هيقابلنا بعد دو او داز، دونت او دازنت، يكون انفينيتيف فعل في المصدر. يبقى لو شفت دو او داز، دونت او دازنت، لازم مصدر. يلا اصدقائي نعمل جمل مع بعض. عايز اقول جملة انا ازور المتحف كل عام، every year. يبقى هقول انا يعني ايه يا شباب؟ عسل. Excellent. Every year. I visit the museum. حلو قوي. I visit the museum. Every year. كل سنة. يبقى دي اسمها هابت، عادة، ان انا عندي هابت عادة to visit the museum every year، ان انا ازور المتحف كل سنة. طب لو جيت اعمل نيجاتيف للجملة دي واقول انا لا ازور المتحف كل عام، يبقى هقول I don't visit the museum every year. هننظم نفسنا شوية بقى، واللي هيجاوب put up your hand هيرفع ايده. هنا انتوا جاوبتوا كلكم وقلتوا I don't visit the museum every year. انا لا ازور المتحف كل عام. حلو قوي. انا هيبقى عندي دلوقتي ثلاث جمل هتاخد بالك منهم كويس قوي. أول جملة I visit the museum every year، أنا بزور المتحف كل عام. I visit the museum every year. حلو قوي. وجملة تانية بتقول Yes I
visit the museum every year. أيوة أنا بزور المتحف كل سنة. وجملة بتقول No, I don't visit the museum every year. لا أنا مش بزور المتحف كل سنة. الجملة الأولى دي يا شباب I visit the museum every year. أنا بزور المتحف كل سنة. عايز أعمل عليها سؤال. اتفضل يا عمر هاني. الأول كده طالما الجملة ما فيهاش يس أو نو في الأول يبقى هنسأل فيها بأداة استفهام. الأول نشوف معنى الجملة ونشوف السؤال بالعربي هيبقى إيه. لما يقول لي أنا بزور المتحف كل سنة، every year دي تايم وقت، نسأل عن الوقت بإيه يا عمر؟ Do لا أداة استفهام تسأل عن الوقت. when أيوه برافو. when. وخلينا متفقين اتفاق بقى يا شباب، أي سؤال هيبدأ بأداة استفهام لازم نحط بعدها do أو does. هنا لما تلاقي الفعل في المصدر هتحط do، لو الفعل آخره s هتحط does. يبقى هنا هنحط do Do. ونقول when do. I When do you? في You. الإجابة بتتحول ل you في السؤال، ونقول when do You. you You. The museum. visit Is it? the The museum. museum. بس كده ما ينفعش بقى نقول every year لأن دي الإجابة. Thank you عمر. When do you visit the museum؟ متى تزور المتحف؟ الإجابة I visit the museum every year. أنا بزور المتحف كل سنة. يبقى أول اتفاق هنعمله في الزمن ده إن الجملة لما تبدأ بحاجة غير yes و no هنسأل بأداة استفهام وبعدها do أو does. أما لو الإجابة كانت بتبدأ ب yes أو no يبقى هنسأل ب do أو does، بمعنى هل. طيب إمتى أسأل بدو وإمتى أسأل بدز؟ لو لقيت الفعل في المصدر اسأل بدو، لو لقيت آخره أس اسأل بدز. يبقى أنا هنا لقيته في المصدر يبقى هسأل بدو وأقول إيه يا سما؟ Do you visit the museum every year? برافو عليكي. do وبعدين I تبقى you. قالت لي do you visit the museum every year؟ هل أنت بتزور المتحف كل سنة؟ الإجابة قدام عيني اسمها full answer أو complete answer، إجابة كاملة. yes I visit the museum every year أو no I don't visit the museum every year. أو في حاجة اسمها بقى short answer، الإجابة المختصرة. لما تتسأل ب do you تقول yes I do أو no I don't. يلا نعملها كمان مرة علشان نأكد عليها جدا جدا. المرة دي عايز أعمل جملة أنا دائما always أشاهد فيديوهات watch videos بالليل at night. يلا مين جاهز؟
ناخد جودي. اتفضلي يا جودي. حاضر يا مستر. I always watch videos at night. جميلة أوي. I always watch، خلي بالكم بقى يا شباب من الكلمة الجاية دي، فيديوز. بعد كده مش هنقول فيديوز تاني خالص، هنقول فيديوز. I always watch videos at night. أنا دايما بشوف فيديوهات بالليل. أنا عايز أعمل question، سؤال على الجملة دي، هيعمله لي يوسف. قلنا طالما ما فيش يس ونو يبقى هنبدأ بأداة استفهام. نشوف الجملة الأول معناها إيه وبعدين نعمل السؤال. هنا قال لي أنا دايما بشوف فيديوهات at night، بالليل. طب نشوف مالك. تفضل يا لوكا، turn your microphone on يا مالك. Okay. At night يعني ايه يا مالك؟ إيش؟ نايت يعني بالليل، حلو قوي. يبقى يعني ده ايه؟ time. To ask about يعني time. هو when do you when do you Excellent. when do you watch videos at night. ينفع نحط at night في السؤال؟ لا. ليه بقى يا مالك؟ لأن at night دي الإجابة. إحنا هنسأل نقول زي أنت ما قلت بالظبط، when do you watch videos؟ متى تشاهد فيديوهات؟ فقلت I always watch videos at night. أو ممكن في حاجة صغنونة نسيناها هنا، when do you always، ما حطيناش always، لازم تتحط عشان موجودة في الإجابة. when do you always watch videos؟ إمتى دايما بتشوف فيديوهات؟ الإجابة I always watch videos at night. أنا دايما بشوف فيديوهات بالليل. برافو عليك يا مالك. thank you. طيب يا روفان، I watch videos، I always watch videos at night. عايز اعمل نيجاتيف للجمله دي. عايزني I don't always watch videos at night. الله عليكي، I don't always Don't always watch videos videos at night. at night. عظيم جدا. طب لو كانت الانسر، الاجابه بتقول yes I always watch videos at night، او الاجابه بتقول no I don't always watch videos at night. هنا عايز أعمل question، سؤال. هشوف حبيبة هتقول لي إيه. كلنا هنجاوب، مش هسيب ولا واحد فيكم ما يجاوبش. Do you watch videos at night? الله عليك يا حبيبة. قلنا طالما الإجابة بيس أو نو يبقى هنسأل بدو أو داز. هنا قالت لي هقول دو وآي تبقى يو، بتقول لي دو يو أولويز واتش فيديوز أت نايت؟ هل أنت دايما بتشوف فيديوهات بالليل؟ الكومبليت أنسر Yes, I always watch videos at night. Oh no, I don't always watch videos at night. أو الشورت أنسر يا حبيبة بقى هتبقى إيه؟
يعني ايه short answer؟ يعني إجابة قصيرة. Do you نجاوب Yes I عليها do. بإيه؟ Yes I do. Yes I do أو No I don't. No I don't. برافو. السؤال مستر بدو أو رواء داز يا حبيبة، برافو عليكي. السؤال بدو أو داز ده شباب دايما بيكون لي إجابتين، complete answer يعني إجابة كاملة اللي هي بالبلاك دي، أو short answer اللي هي yes I do أو no I don't. هبعت لكم لينك جديد، ادخلوا على اللينك ده في الجروب يا شباب، يلا بينا. Welcome back يا شباب، let's continue، هنكمل، والمرة دي هنعمل جملة جديدة، هنقول هم يتصفحون الإنترنت يوميا أو كل يوم، every day. يتصفح الإنترنت يعني surf the internet، surf the internet. اتفضلي يا دكتورة أندا. Yes, teacher. اتفضلي. علي صوتك. احنا كنا هنعمل ايه مش فاهم. نعم. في مشكلة عندك يا أندا؟ لا مستر بس طب يلا قولي لي هم يعني إيه؟ هم يعني ايه they أيوة. وقلنا يتصفحون الإنترنت يعني surf the internet. اقريها بقى. they surf the internet They surf the internet كل يوم. كل يوم يعني ايه يا أندا؟ usually every Every day. Thank you أندا. They surf the internet every day. هم بيتصفحوا الإنترنت كل يوم. حلو الكلام. I wanna make a question. عايز أعمل سؤال على الجملة دي. وقلت لك ما تقلقش، كل الناس هتجاوب. يلا بينا. مين رفع إيده؟ ما شاء الله ما شاء الله. حلو 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 جميل. ها ماشي. طيب نمشي بالدور كده من أول آدم. تفضل يا آدم محمد. They surf the internet every day. هما بيتصفحوا الإنترنت كل يوم. يبقى السؤال إيه؟ when they surf the واحدة واحدة internet بقى every day عشان ما تنساش حاجة. أنت قلت لي every day يعني كل يوم، ده تايم وقت، والوقت بنسأل عنه بمين يا صاحبي؟ حلو. when إحنا اتفقنا اتفاق يا آدم، لازم أداة الاستفهام هنحط بعدها do أو does. لما يبقى when do الفعل في المصدر نقول do، لما يبقى آخره S نقول does. يبقى هنا when إيه؟ when do when do mean when do they surf the internet every day ينفع نحط every day في السؤال؟ لا ينفع نقول متى نتصفح الانترنت كل يوم؟ لا، احنا هنقول متى نتصفح الانترنت بس، والاجابه تبقى every day كل يوم.
يبقى when do they surf Surf the internet. جميل the internet. والإجابة they surf the internet every day. Thank you آدم. صديقي آدم هاني هنا قال لي they This is surf the internet every day. اعمل لي النيجاتيف. negative. When? لا نفي يا صديقي. They don't surf the internet every day. برافو عليك يا حبيب قلبي. They don't surf the internet every day. هم لا يتصفحون الإنترنت every day. كل يوم. عظيم جدا. طب افرض يا أصدقائي كانت الإجابة بتقول yes they surf the internet every day. أيوة هم بيتصفحوا الإنترنت كل يوم. أو no they don't surf the internet every day. يبقى السؤال هنا يا لارا هيكون قلنا لما الإجابة تبقى yes أو no يبقى هنسأل بمين أو مين. do أو does بمعنى هل. هنا هنسأل بمين مع they. Do. يبقى هتقولي إيه يا لارا؟ Do they surf the internet do they every day? surf the internet Every day? every day. هل هم بيتصفحوا الانترنت كل يوم؟ yes they surf the internet every day. أو no they don't surf the internet every day. دي الكمبليت انسر الإجابة الكاملة. طب الشورت انسر الإجابة المختصرة تبقى إيه يا لارا؟ Yes, yes ونعمل مقص لدول تبقى yes they do. they do أو No, they don't. no they don't. برافو. thank you لارا. افتكروا يا شباب إن إحنا المرة اللي فاتت قلنا do you هل أنت فجاوبنا الشورت أنسر yes I do or no I don't. وبعدين في الجملة الثانية سألنا do they هل هم وجاوبنا yes ونعمل cross كده yes they do أو no they don't. عظيم جدا. يلا بينا نقول الأطفال يلعبون التنس في النادي at the club. والجملة دي هديها في الدور للدكتورة ليان. اتفضلي يا ليان. الأطفال اللي هم إيه يا حبيبتي؟ The children. حلو قوي. يلا بينا the children. Play tennis. حلو قوي. play tennis. In the club. دايما المكان لما يكون بره البيت قولي at. At the club. حلو قوي. يبقى the children play tennis at the club. thank you very much. جميلة قوي. الدكتورة رنا هتعمل لي النيجاتيف هتقول لي الأطفال مش بيلعبوا تنس في النادي.
The children. The children. Not play. يا إما don't يا إما doesn't. Doesn't. Children جمع. I, we, you, they والجمع بننفي معاهم You بdon't. don't يبقى the children don't play tennis at play the club. tennis At the club. at the club. Thank you, Rana. الجملة الأولى يا شباب بتقول the children play tennis at the club. محتاج أعمل عليها question، سؤال أعمله لي الدكتور آدم صالح. طالما الجملة ما فيهاش yes أو no في الأول يبقى هنسأل بأداة استفهام مناسبة لمعنى الجملة. لما يقول لي الأطفال بيلعبوا تنس at the club، في النادي، the place. Where the children عسى، where children بنسأل عن play المكان tennis بوير. اتفضل. where children play tennis انت قلت where the children أيوة ايه؟ play tennis play tennis. where اكتر are اكتر غلطة بشوفها في الدنيا ان أداة الاستفهام الطلبة بينسوا يحطوا بعدها الفعل المساعد، وانا اتفقت معاكم في بداية السيشن ان انت لما تجيب أداة استفهام هتحط لي بعدها do او does. does مع Where he she it والمفرد، do do مع I we you they والجمع. يبقى هنا نقول ايه يا آدم؟ do where do the children play tennis؟ أين يلعب الأطفال التنس؟ The children play tennis at the club. عظيم يا آدم، thank you. كالعادة هنروح جايين عاملين yes و no عشان نشوف السؤال هيبقى عامل إزاي. Yes, the children play tennis at the club. أيوة الأطفال بيلعبوا تنس في النادي. وناو the children don't play tennis at the club. الدكتورة نايا هتسأل لنا على الجملتين دول. Do the children play tennis at the club? الله عليكي، طالما الإجابة بيس ونو قلنا هنسأل بدو أو داز، والدكتورة نايا قالت لي do the children علشان هم جم، do the children play tennis at the club، هل الأطفال بيلعبوا تنس في النادي؟ الإجابة الكاملة yes the children play tennis at the club أو no the children don't play tennis at the club. طب هسأل نايا سؤال، the children لما أحب أبدلها بضمير أحط مكانهم إيه؟ They. الله عليك، يبقى دي كأنها do they. لما نعمل عليها إجابة مختصرة يبقى هتقولي إيه؟ Yes, they do. أو No, they don't. أنت قمر يا نايا. برافو برافو برافو، thank you so much، حلوة جدا. يلا بينا، أنا خدت لكم الجروب بتاع I we you they والجمع، تعالوا ناخد الجروب بتاع he she it والمفرد. هقول المرة دي هو عادة يرسم صور، draw pictures، draw pictures. بس مش هقول حاجة تاني، هو عادة يرسم صور.
وهاخد عمر يقول لي الجملة. He sometimes draw pictures. عادة يعني usually. He usually draw pictures. He usually ايه؟ Draw pictures. Draw pictures. في غلطة صغنونة يا دكتور عمر. He is usually لا. He, she, it will مفرد. draws pictures. شفت الولد؟ افتكر من الأغنية. He, she, it will مفرد دول بيحبوا ال S. يبقى he usually draws pictures. حلو الكلام. افتكر ان احنا اي وي يو ذي والجامعة كنا بننفيهم بدونت، لكن هي شي ات والمفرد هننفيهم بمين؟ يلا بينا يا رودي نعم يا مس. انفي لي الجملة دي. هتقولي هي دونت، هي دونت ولا هي دازنت؟ He doesn't. برافو، هي He بتحب الاس. usually draws. هنقول he doesn't usually. Draws. He doesn't Draw usually. a picture. قلت he doesn't usually ايه؟ Draw a picture. draw. الله، طب ليه draw؟ عشان داس بتشيل الاس. الله عليك. قلنا في البداية ان do و don't، does و doesn't، لازم الفعل معاهم يبقى infinitive في المصدر. عشان كده هي قالت لي he doesn't usually draw pictures. برافو يا أجمل رودي. دكتورة ملك ماضي. الجملة الأولى دي he usually draws pictures، هو عادة بيرسم صور. لما أجي أعمل عليها سؤال هقول حاجة من الاتنين، يا إما ماذا يفعل عادة، يا إما ماذا يرسم عادة. تعالي نقول ماذا يفعل. ماذا يعني إيه يا قلب؟ What حلو أوي. وات إيه بقى؟ he ماشي. هي usually ها يفعل، draw يفعل do do. ناسيين حاجة في اتفاق يا ملوكة، أداة الاستفهام لازم بعدها نجيب do أو does. لو الفعل في الجملة فيه s بنقول does، لو الفعل في المصدر بنقول do. يبقى هنا هنقول what ايه؟ What does What does he usually do؟ ماذا يفعل عادة؟ أما لو كنا عايزين نقول ماذا يرسم عادة؟ هنقول what does he usually draw. draw طب ليه ما قلناش draws؟ عشان does علشان does بتجيب المصدر. برافو، ثانك يو ملوكة. طب هشيل الكلام ده واعمل yes و no، واقول yes he usually draws pictures ونو هي doesn't usually draw pictures. واخد الدكتورة نوراي تقول لي السؤال هيكون ايه. doesn't usually draw picture. بص بقى الجمال بقى، اول ما شافت yes او no عرفت ان هنسأل بدو او does. احنا متفقين ان الفعل Does. طالما فيه اس تسأل بدز، وقالت لي ايه بقى؟ ها؟ Does he usually draw pictures? طب ليه قلت draw؟ علشان does ما بيجيش معاها الاس.
برافو عليك. does دايما معاها مصدر. does he usually draw pictures؟ هل هو عادة بيرسم صور؟ yes he usually draws pictures. no 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 no. أو الإجابة المختصرة تبقى Yes, he does. بصوا بقى، أجمل حاجة في does إن أنت لما تقول yes و no تروح عامل الكروس. does he، يبقى الإجابة yes he does، أو No, he doesn't. no he doesn't. excellent يا دكتور نوراي. Thanks, Mr. you're welcome. يلا بينا. هي أحيانا sometimes تغسل الأطباق، wash the dishes. خليني قبل ما أعمل الجملة دي أقول لكم على حاجة مهمة قوي، بالله عليكم كله يصحصح فيها. مش احنا قلنا هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، يبقى الفعل بعدهم يا اما نضيف له اس يا اما نضيف له اي اس يا اما نضيف له اي اي اس. طب امتى بقى هنضيف له اي اس؟ لو كان اخره دبل اس او اس اتش او سي اتش او اكس. بص كده معايا صديقي، دبل اس اس اتش سي اتش او اكس. بص الفعل اللي جاي ده، كيس يقبل يبوس، بوش يزق يدفع، بوش ذا دور يزق الباب، يشاهد واتش، يذهب جو، يصلح فيكس. طيب كيس يقبل، لو قلنا هي تبقى هي كيسز، نحط لها اي اس. بوش يدفع، لو قلنا هي تدفع تبقى شي بوشز. آدم واتشز، لارا جوز، ذا ميكانيك فيكسز. يبقى عرفنا امتى نضيف اي اس، لما الفيرب يكون اخره دبل اس اس اتش سي اتش او اكس. واضحة يا شباب؟ اوكي. طب امتى نضيف اي اي اس؟ لما الفيرب بتاعي يكون اندنج ان واي، بس بشرط لازم الواي يكون قبلها كونسوننت. تعالوا نشوف، cry يعني يبكي، fly يطير، study يدرس أو يذاكر، play يلعب، buy يشتري. بص يا صديقي، احنا قلنا الفيرب لازم يكون ending in y وقبلها consonant، فالR consonant نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط الاي اس. cry تبقى cries، fly نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي، تشرب ايه؟ اشرب شاي. study تبقى studies. لكن لما نيجي عند play هنحط الاس على طول لان قبلها فاول متحرك. عند باي هنحط الاس على طول لان الواي قبلها فاول متحرك. ويلا نقول الجملة اللي انا كنت هقولها
هي أحيانا sometimes تغسل الأطباق wash the dishes، وده الجملة دي هتقولها للدكتورة روفان. Yes, teacher. She sometimes washes the dishes. She sometimes ايه؟ Washes. ايوه Wash. wash يغسل، وعلشان she يبقى هنحط لها ايه؟ Yes. برافو، اي اس عشان اخرها اس اتش، يبقى she sometimes washes The the dishes. dishes. اكسلنت يا دكتور روفان. طب يلا بينا، انا عايزك تبقى ماسك البن بتاعك وفي النوت بوك. مش معنى ان انت مش دورك ان انت ما تكتبش، لا اكتب في النوت بوك بتاعتك وشوف نفسك انت عارف ولا لا. يا منا يا منونة، نعم يا مستر. she sometimes washes the dishes. عايزين نعمل نيجاتيف ونقول ان هي مش بتغسل الاطباق. قلنا بننفي don't او doesn't في المضارع البسيط. she تقولي she ايه؟ She doesn't ايوه she doesn't watch sometimes Sometimes watch the the dishes. dishes. الله، طب قلتي wash the dishes ليه ما قلتيش washes؟ علشان Wash مين؟ عشان doesn't. doesn't ما بتحبش الاس معاها، do و don't، does و doesn't، دايما معاهم المصدر. برافو يا منة. يلا يا شباب، مين الاسد اللي هيقول لي سؤال على أول جملة؟ She sometimes washes the dishes، هي أحيانا تغسل الأطباق. يوسف اتفضل يا يوسف. She sometimes washes هي the أحيانا بتغسل الأطباق، يبقى أنا عندي هنا في سؤالين ينفع أقولهم. هنقول ماذا تفعل أحيانا، هي بتعمل إيه أحيانا، أو What she كم عدد المرات اللي هي بتغسل فيها الأطباق. تعال نشوف ماذا تفعل أحيانا. ماذا يعني إيه يا حبيبي؟ What حلو، وإحنا she متفقين sometimes ماشي. قلت وات إيه؟ do. What she sometimes What she sometimes do. do. طب في حاجة ناقصة صديقي، What do she sometimes احنا قلنا لازم What أداة does الاستفهام يبقى she بعدها do أو sometimes does، do? فأنت اخترت مين؟ Does. does. he she it والمفرد معاهم does، يبقى what does she sometimes do، ماذا تفعل أحيانا، هي بتعمل إيه أحيانا. She sometimes washes the dishes، هي أحيانا بتغسل الأطباق. حلو الكلام، Thank you. يلا بقى نعمل الحركة بتاعت كل مرة ونقول Yes she sometimes washes the dishes، أيوة هي أحيانا تغسل الأطباق. No she doesn't sometimes wash the dishes. والدكتورة مريم هتيجي تقول لي question. علي صوتك يا مريم. Does she sometimes wash the dishes? الله عليك، طالما الإجابة yes Does و she no sometimes wash the dishes?
يبقى لازم نسأل بدو أو does she، نسأل عليها on بdoes. bus, she sometimes wash the dishes. ليه قلتي واش يا جميلة؟ عشان does بيجي وراها الفعل infinitive، ما برافو فيهوش عليك. اف. طب دي الفول انسر، فين الشورت انسر؟ الشورت انسر هقول yes she does او no she doesn't. ايه الجمال ده؟ ده الشي قلنا على طول تعمل كروس كده زي مريومه ما قالت yes she does او no she doesn't. روعة، برافو عليكي، ثانك يو. تعالوا أصدقائي كده ناخد واحد واحد. عندنا الفيرب اللي باللون الأحمر ده عايزين نصححه. همشي بالدور معاكو واخد ندى أول واحدة. يا ندى بيقول أحمد بلاي. هي شي إت والمفرد مالهم؟ ماما انا نزلت تطبيق، هنختار احنا قلنا الاغنيه ندى بتقول ايه، هي شي ات والمفرد دول بيحبوا ال تبقى play. اس، يبقى احمد مفرد يبقى احمد بلايز. ثانك يو. محمد تامر، شي سينج هي بتغني. Singes. حلوة قوي، هنحط لها اس بس تقولها سينجز ما تقولش سينجز، سينجز. ثانك يو محمد. جودي هانم، هي ريد. He reads. برافو، هي بتحب الاس يبقى هي ريدز. ثانك يو جودي. دكتور أنس، they Yes. ride bikes. Say it. هنا يركب rides مش reads، rides. Right. يبقى نخليها إيه؟ من غير الاس. أيوه ride، I we you they will come. مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. ثانك يو. دكتور ياسين زايد، وي ايتس بريكفاست. نمبر 5، وي ايتس. We برافو eat. عليك، وي ايت. ثانك يو. نمبر 6 يا زيزو، the sun rise. The sun rise. the sun مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب الأغنية بتقول إيه؟ هي شي، قولها كده، هي شي ات بيحبوا الاس. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، يبقى ذا sun rises، الشمس تشرق، نحط لها اس. دكتور مالك، the dog bark، bark يعني ينبح يهوهو. Okay, the dog barks. الله عليك، the dog singular noun مفرد يبقى the dog barks، الكلب ينبح. برافو يا لوكا. عمر هاني، نور دانس ترقص. Dances. الله عليك، نور مفرد يبقى الفعل نحط له اس، dances. ماهر باشا، he take a bath بياخد دش. Yes, Mr. He takes a bath before bed.
الله نباتات. عليك، هي بتحب الأسي، يبقى هي تيكس. دكتور آدم صالح، they draws pictures. They draw pictures. الله عليك، they draw pictures. دكتور حبيبة number 11 بيقول we drinks coffee. We drink coffees. We برافو عليك، drink برافو عليكي. coffee in we the drink coffee. morning. يا سما we watches movies، نشاهد الأفلام. We watch movies on برافو the عليكي، weekend. we watch. دكتور ملك ماضي، خالد brush his teeth. Has brushes. هنعمل فيها ايه brush دي؟ هنحط لها اي اس عشان الله عليكي، إيه. اجمل ملوكة، عارفة ان اللي اخره اس اتش بحط له اي اس. I love you ملك. دكتور جودي she jump. نعم يا مستر. شي جامبس. برافو، بس ما نقولش جامبس، نقول جامبس. جامبس. برافو عليك يا جودي. دكتور لارا they plays. They play. They play. فاكرين يا شباب النفي بdon't أو doesn't، وdon't و doesn't الاتنين بعدهم المصدر. يبقى أنا هنا يا رودي لما أقول I doesn't like spicy food المفروض أقول إيه؟ I doesn't like. I don't. I don't like. جميل يا سما، she don't play، She doesn't play tennis. she doesn't play. يلا عند هبة الشربجي، مين؟ Hey teacher. Amira. I'm sorry نسيت الاسم. Okay, Amira. أميرة. آه يلا يا أميرة. I don't have a I pet. don't have a pet. أنا ما عنديش حيوان أليف. برافو عليكي يا أنوس. He don't like broccoli. He doesn't. برافو. في حد ما تسألش خالص يا شباب؟ مستر انا سألت مرة. معلش انا ادب اسمع، محمد. اسمع بس كده انا هقول ايه، اسمع بس هقول ايه، انا ادب محمد. اسمعني بس. سألت لو انت ما انا تسألتش خالص قول لي اسمك كده. قلت ليان. انا اقول اسمك. انا ليان اعتقد ان انا سألت كل الناس. طيب يا نايا مستر انت ما سألتنيش في الدور ده. حاضر هسألك يا حبيبي، بس هقول حاجة أدب صغيرة. محمد. في حاجة يا شباب اسمها ظروف التكرار، اللي هما ايه يا شباب؟ دائما يعني always، عادة يعني usually، Sometimes. Usually. بعديها غالبا يعني often، Often. بعديها احيانا يعني Sometimes. 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 Mister, أنا سألت. حاضر من عيني. بعديها never يعني ابدا. Never. 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 مرة واحدة. قول تاني كده معايا always. 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 Usually. Always. Usually. Often. 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 Sometimes. Sometimes. Never. Sometimes. Never. صحصح معايا بقى كده. ظروف التكرار دي فايدتها ايه في حياتنا؟ اسمها ظروف تكرار، يعني عايزه تعرفك الفعل ده بيتكرر كم مرة.
يعني مثلا